معانا ام احمد. السلام عليكم. اتفضلي يا ام احمد. السلام عليكم، ازيك يا شيخنا؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه وبخير وبسلام. الله يبارك لنا فيك يا شيخ. والله انا عندي سؤال، بس انا عندي ابني كل بس ما نيجي مفيش نخطب داعي، مفيش داعي للاحزان ولا اي حاجه. الدنيا رمضان وفيها بركات ونفحات كبيره، اوعي تحزني. يا رب يا رب. قولي يا ستي. لما باجي تخطب له مفيش، بعديها بشهرين ثلاثة نبص تلاقيها اتفشكلت وخلاص كده، طيب ما بيحصلش نصيب. هو اللي بيفشكل، هما اللي بيفشكلوا. اهو ساعة هما ساعات احنا. طيب ما هو ده حال الناس كلها، حال الناس كلها. ليه بقى يا ستي؟ حال ايوه الناس كلها لان في تغيرات حصلت في المجتمع. ايوه الاولاد، اسالك سؤال، هو ابن حضرتك كان تلقى تدريب ولا تاهيل فيما يتعلق بالاقبال على الزواج؟ على يعني هو كويس سيدنا الشيخ. بقول لك، هو ابنك اتدرب على الجواز؟ يعني اتدرب ازاي يختار شريكة حياته؟ اتدرب ازاي هيدير حياته الزوجية ازاي؟ لا طيب يا حاج، احنا عايزين دلوقتي، احنا دلوقتي في دورات كتيرة للمقبلين على الزواج، حتى في دورات في دار الافتاء المصرية، هيبقى البرنامج ال15 موجود، أيه. يشرف ويتعلم ده. طب ده يساعدك في، يساعده في ايه بقى؟ أيه. يساعده ان هو بلاش من غير ما يعرف نفسه يروح يقبل على الزواج. فهو الأساس إن الإنسان يعرف هو عايز يتجوز ليه؟ وعايز يتجوز مين؟ وإيه المعاني اللي مش ممكن يقبلها في شريك حياته؟ وإيه الحاجات اللي تسعده لما يكون شريك كده يبقى هو داخل يتجوز بجد. لكن إحنا بنعمل إيه؟ في كتير من بيعتبروا الجواز عبارة عن حادثة. هو اصطدم في عربية. يعني إيه اصطدم في عربية؟ هو مش مجهز نفسه. فعشان كده لازم نكرس ده في حياتنا، إن إحنا نبقى واعيين بإيه جواز. فأنا شايف إن ابن حضرتك يروح، ودوت على فكرة مفيش اشتراطات في البرامج دي تتعلق أبدا بشكل التعليم. يعني أي حد عايز يدخل البرامج دي، البرامج التأهيلية دي، وضروري إن احنا نقول لأولادنا كده، ده هيحل كتير من مشاكلنا فيما يتعلق بالجواز. نعم.